طيب الله اوقاتكم بالخير والمحبه مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج جوله مراسل. جولتنا لهذا اليوم استثنائيه، التقينا نجم من نجوم العراق وراح نتحدث اكثر ونخوض غمار الحوار في المستطيل الاخضر. كابتننا اليوم وضيفنا لحلقه هذا اليوم من جوله مراسل الكابتن الجميل ايمن حسين، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد بشوفتكم وان شاء الله يكون لقاء حلو وممتع. الله يخليك، الله. احنا اسعد حبيبي كابتن. كابتن حتى نبدي من البدايه، بدايتك كركوك كانت؟ يعني اكو ناس ما يدرون انه ايمن حسين هو من محافظه كركوك. انا محافظه كركوك، قضاء الحويجه ناحيه الرياض، يعني من قريه الصفره. تعرف البدايات صعبه، خاصه اكيد المحافظات دائما البدايات عكس بغداد. نعم. دائما تكون البدايات صعبه، تعرف الانديه ماكو، خاصه احنا اللي في اغضوا يكون في القرى والارياف. بدايتي مع شباب نادي العلم. طيب. اللي هو بتكريت. اللي هو بتكريت، تعرف قريب من هناك، كان من يم القريه مالتنا. بعدها شفنا صعبه، رحت لعبت ايضا موسم مع الدوز. خلص الموسم، بعدها جيت اختبار الغاز شمال. زين. من غاز شمال الحمد لله وشكر، يعني بدات بالنجاح الحمد لله وشكر. صعدت للنجوميه ووصلت منتخبات الحمد لله. اكيد هذا يعني حتى بوقتها اني نايد هوك رادني. فرئيس نادي غاز شمال الله يرحمه الكابتن محمد يونس قال احنا نريد نصعد النخبه فلازم تبقى ويانا. قلت له انا اريد العب منتخب وطني. قال يعني من هالشتى تلعب منتخب وطني؟ قلت له هذا طموح انه العب منتخب وطني. الحمد لله والشكر، اكيد هذا انه يجي انه تتعب انت على نفسك، حلم وطموح داخلك اكيد يتحقق. من نادي غاز الشمال اول خطوه بأندية بغداد. اول مباراه لعبنا مع نايد هوك وديه. الكابتن فجر ابراهيم المدرب السوري والكابتن خالد محمد صبار هم اللي في مباراه الوديه قالوا اريد هذا اللاعب. اول موسم لي في النخبه 2013 2014 مع نايد هوك. وين نادي هوك؟ بعدين انتقلت الشرطه؟ لا، نادي هوك الموسم الثاني ايضا بقيت مع نادي هوك، بين المرحلتين انتقلت نادي النفط. نادي النفط، صارت عندك مشاكل بنادي النفط؟ لا بالعكس، لو بنادي الشرطه؟ لا ما صارت عندي اي مشاكل مع اي نادي، انا مع نادي النفط هم يعني كانوا متمسكين بيك القصد؟ متمسكين بيتي الثاني هم، صاحبين فضل علي بعد رب العالمين، لكن بقيت معهم ثلاث مواسم، قدمت كل ما عندي نادي النفط. اكثر ماكو يعني جد لاعبين ماكو اكثر واحد انا مقدم نادي النفط الا باستثناء مشتاق. مشتاق اللي هو بقى مع نادي النفط 15 الى 17 موسم. بعدها جتني رحت للشرطه وايضا رجعت لهم. جاني عرض احترافي من نادي تونس وقهوا يعني نقول هم وقفوا بوجهي. اللي هو صفاقسي؟ صفاقسي التونسي. وقفوا بوجهي هم شويه. العفو ايمن، اللي وقفوا بوجهك النفط لو النفط؟ النفط. احنا دائما نقول هو يقول انت ابننا، دائما يكون حنون على ابنه. اي نعم. من اشوف ابني انه هذا الشيء يفيد ابني اكيد راح انا اقف ويا ابني، مو صحيح؟ طبعا. انا احتراف وبتونس وقريب من فرنسا، قريب من دول اوروبيه، اكيد انت تقدم مستوى خبره اكثر، اختلاط باللاعبين، احتكاك. اي تقدم مستوى جيد اكيد راح انت تصعد لل يعني ممكن انه توصل للدوري الاوروبي. رحم الله والديك، لكن مرحله كامله انا قاعد خمسة اشهر. اضافه الى يعني هواي انه صعوبات. لا يعني انت خمسة اشهر انت بس قاعد بس تتمرن ما تلعب. حد ما اجت البطاقه مالتك الفريق اللي انت معاهم جابوا مهاجم استقر المهاجم. اكيد ما راح تلعب انت مهاجم مستقر هداف فريق، اكيد راح انت راح تقعد على دكه الاحتياط. عندك كمال احتياط واضافه الى كتبوا الكثير، يعني نادي النفط صح انه جيدهم وانا كلهم كل الاحترام، لكن خلينا نقول انا تاذيت من نادي النفط. يعني اكو اكيد يعني هم قالوا لي ليش احتفلت؟ انا ما احتفلت على نادي النفط. انا بالعكس قلت لك ابو شوق انا اسميه الخال وعندي علاقه بهم طيبه، لكن هم اكيد ضاجوا من عندي، بس انا ما احتفلت نادي النفط. لان انا احتفلت انه صديقي طلب من عندي احتفاليه احتفلت لا اكثر. الشرطه رحت معاهم موسم لعبت له موسم. لا اقليم ما لعبت، لعبت معاهم خمس مباريات قولت معاهم سبع اهداف. جاني عرض احترافي في نادي الاهلي القطري ما صارت، يعني اعطوني اخروا عمليه الانتقال مالتي. قلت لهم بعد ما اقدر يعني اكمل وياهم. يعني هاي الامور الاداريه دائما بالانديه تصادف اللاعبين وتاذيهم؟ كثير من اللاعبين، يعني اللاعب سعد ناظر ايضا نادي الشرطه، كثير من اللاعبين يعني ما انتقلوا انه بسبب الانديه انه متمسك الانديه
اخذت فرصه احترافيه بنادي صفاقس، شلون ترتبت هذا التفاصيل؟ والله يعني الحمد لله وشكر، اكيد انه صح ما توفقت بهاي بسبب انه قلت لك بسبب انه ما اخذت البطاقه استغناء، لكن الحمد لله وشكر كانت تجربه حلوه، تعلمت الكثير يعني، شفت البلدان، شفت هناك بلد، سافرت لافريقيا، نيجيريا، هواي سافرت يعني عن طريق النادي. الحمد لله وشكر، اكيد رب العالمين دائما يختار كل التوفيق. كل التوفيق. قل لي انت يعني اثبتت وجود وجداره واسم ايمن لمع بالاولمبي. شوف في بدايه، اكيد في بدايه كل في بدايتك انت لازم تبرز حتى تلعب بالمنتخب، لكن بعدها انا الحد قلت لك الحد الدروب اللي نزل بايمن يعني انه مستواي نزل حد انه ما رحت لتونس، انا رحت لتونس بالفورمه، لكن انت لاعب خمس اشهر يقعد ما يلعب اي لعبه اكيد راح ينزل مستواه. يعني النقاد قالوا انه ايمن كان بالاولمبي مستواه جيد جدا وعالي، لكن بالمنتخب لا، انا ما اشوف انا اوكي رحت بالمنتخب لكن ما اخذت الفرصه انه اربع خمس مباريات سته متتواليه انه انا اساسي. نعم جزء اكثر شيء لعبت مباراتين او ثلاثه اساسي، انه مال خمس اللي تنزل شوط اول او شوط اي يعني لا اوكي انه تنزل اربع خمس ست سبع مباريات باستمرار بالمنتخب يكون لك انت تقدر استقرار دائما هو اللي يصعد مستواك. والان دورينا يعني الحمد لله وشكر مستمر اكثر لاعبين المستويات تصعد. القوة الجويه اكيد القوة الجويه فريق يعني الان هم فريقي انا احبهم من انا صغير. يعني لا يجوز الناس تقول هسه هذا لين يلعب بالجويه بلا، بس انا انه الجويه نادي عريق ما نادي عريق وكل الانديه نادي زوراء نادي الشرطه الطلبه بقيت الانديه الجماهيريه، لكن انا كل سنه انه اكو فرق تعطيني اكثر من الجويه، لكن يعني هي هاي السنه بس انا باقي بالجويه مرتاح بالجويه رغم كل الظروف، الجمهور ساندني كنا كل الاحترام وان شاء الله نقدر نسعدهم ان شاء الله. قول لي فريق الجويه يعني بهاي الدوري خلينا نقول الدوري العراقي انه نقاطه عاليه جدا، تعتقد انه تتاهلون او تاخذون كاس الدوري؟ اول شيء تعرف الاستقرار بالتشكيله شيء مهم، الكادر التدريبي، الاداره الداعمه، والاهم ان الجمهور داعم اللاعبين ككل. يعني رغم انه خمس مباريات اجتنا احنا يعني خمس مباريات فريق مثل قوه الجويه خمس مباريات يجي ثلاث نقاط صعبه، لكن الجمهور بقى مساندنا الحمد لله وشكر، رجعنا سكه الانتصارات والان مصدرين احنا بفارق خمس نقاط بنهايه المرحله الاولى ولاعبينا من افضل اللاعبين في الدوري. اي نادي خصم بالدوري؟ اكيد انت الانديه الجماهيريه بيناتها الزوراء شرطه. يعني تعرف الطلبه الازمه اللي يمر بها ايضا كان طلبه من الانديه المنافسه، لكن الان الزوراء شرطه جويه الحمد لله وشكر مصدرين نهايه المرحله الاولى، ان شاء الله في المرحله الثانيه بقوه ونحافظ على هاي الصداره ونحصد اللقب الدوري ان شاء الله. جمهورك واسع في كركوك كذا. انا اللي وصلني انه انت فتحت مطعم سميته دجاج امي صحيح؟ النيم تشيكن صحيح؟ اكيد محافظتي هي تعرف الكابتن يونس كان يمثل اكيد يعني مثل العراق هو بس كمحافظه كركوك. الحمد لله وشكر محبه الناس هاي نعمه رب العالمين. اقل شيء نقدمه لمحافظتنا انه تسوي لك فشي مشروع صغير انه اوكي انت تستفاد من عنده، لكن الناس ايضا مشروع انه العالم تستفاد من عنده. يعني دخلت عالم البزنس وانت بالرياضه. شوف مو عالم البزنس لكن مشاريع، انت لازم كرياضي لازم تفكر بمشاريع انه الرياضه قول 15 17 سنه. نعم. لكن انت لازم تستثمر لك بشيء وهذا فشيء انه اكيد اضافه للمحافظه يعني طبعا. تشوف العالم الحمد لله والشكر. يعني راح تستمر بالتجاره انت يعني تستمر بسلسله مطاعم وكذا؟ والله ان شاء الله حيل الله كل التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. المدربين اللي اثروا بايمن منو؟ شوف كل مدرب اعطيك اسماء لو لا شوف كل مدرب دربني صح فضل عليه بعد رب العالمين، لكن اكيد اكو مدربين اثروا علي يعني الكابتن غني شهد يعني صاحب فضل علي انه انا كنت مصاب واخذني الاولمبي وانا احبه وكل الاحترام واتمنى له التوفيق. كابتن حسن احمد صاحب فضل علي يعني في نادي النفط. كاتنيش كاتنيش يعني اكيد هو مدرب منتخب مدربين علاقتك طيبه به لو خلافات؟ اكيد هو علاقته كل اللاعبين جيده. اضافه الى كابتن ايوب اللي ايوب اوديشو مو لانه هو يدربني لكن صاحب فضل علي ودعمني انه في بدايتي في الجويه كانت
طرف المهاجم لازم يسجل. نعم. كانت بداية متعثرة، مستواي زين لكن ماكو ما سجلت. هو ظل بقى يلعب، يعني ممكن اكو قلق اكو توتر. لا هو بقى ايمن موجود، هذا ايمن يلعب حتى لو ما يسجل، ايمن يلعب اكيد بدعم الجمهور، لكن هو القرار الاول والاخير كابتن ايوب. دعم معنوي وقوي. ايوه كل المدربين اللي دربوني صاحبين فضل علي، كابتن يحيى علوان، كابتن فجر ابراهيم، كل المدربين. جتك يعني عقد احترافي بالخليج او بقطر؟ لانه نشوف زملائك مهند وعلى عباس، وعلى عباس انه احترفوا هنا. اي جاني عقد قلت لك بالاهلي القطري، نادي الاهلي القطري. ايضا هاي بين مرحلتين اجتني عروض من الامارات، لكن قررت القريب الى قلبك، قررت انه استمر هذا الموسم بالقوه الجويه وكل حادث حديث. التوفيق من رب العالمين، اذا الله وفقنا ورزق على رب العالمين ان شاء الله خير. ان شاء الله. اذا جتك دعوه من المنتخب تمثل العراق او؟ اكيد انا الحمد لله وشكر الان موجود مع المنتخب الوطني. اكيد شرف كل لاعب انه يمثل يعني كل لاعب انه يفرح بس يشوف اسمه بالقائمه، مو اذا يلعب. قائمه المنتخب. قائمه المنتخب. زين. نادي الشرطه لم يكن راضيا على مغادرتك. ليش؟ اكيد يعني نادي الشرطه لحد الان انه انا علاقتي طيبه بالاداره مع الكابتن عايش الشحماني، الدكتور عدي، السيد علاء بحر العلوم، كلهم، سيد غالب الزاملي، كلهم علاقه طيبه معاهم. لكن اكيد انا شفت اهداف الفريق، قلت لك في 5 مباريات عندي 7 اهداف. ما رادوا يخرج لكن اصريت انا، قلت لهم ما اقدر العب لان انتم ما جاني عرض من الاهلي القطري، كان عرض مميز وكان الاهلي فريق ممتاز، لكن ما صارت القسمه. راضي شنيش الكابتن والمدرب؟ شي مثل لك يعني راضي؟ شوف راضي كابتن راضي حج راضي، اوجه له تحيه واتمنى كل التوفيق مع نادي الزوراء. انا تمرن يعني نقول صرت تحت قيادته في المنتخب الوطني في مباراتين، مباراتين واحده تجريبيه واحده دوليه مع الامارات. يعني فتره قصيره تقريبا اسبوع او 10 ايام، لكن اوجه له كل الاحترام واتمنى له التوفيق. واكيد هو يعني انا اللي يحجون اللاعبين عليه انه قدوه لكل انسان، سواء في من ناحيه الرياضه او برا الرياضه. يعني هو يساعد الناس، يدعم الناس، يساعد الناس. انسان يعني قلت لك انه انا 10 ايام معاه، هو كان يمرني اضافي. يعني انا بالنسبه لي من اشوفه اخجل، يعني اخجل شلون انه اسلم عليه، يعني استحي من عنده بحكم الخبره والتمثيل الدولي. مرات مو لانه الدولي، لكن هو عكس انه اخلاقه وشخصيته، واضافه الى تواضع للناس. يقال انه كابتن راضي انه دائما يعني مشاكل مع مقدمين البرامج الرياضيه وكذا، واعتقد انهم صارت لك فد حادثه مع احد مقدمين البرامج، شلون ترد عليه؟ لا انا ما عندي اي حادثه مع اي اعلامي. انتقاد عادي كل شخص وينتقد لاعب، يعني اراء، هي الناس اراء، ما عندي اي مشكله مع اي. مو اكو اخبار رياضيه او يعني الاعلاميين الرياضيين ما يعرفون شكو داخل هذا المستطيل الاخضر، مو صحيح؟ اكو ضغوط، اكو مشاكل. شوف انت هسه حتى الناس، كل الناس تعرف انه يقول لك اللاعب يسافر، اللاعب يروح، اللاعب يجي، اللاعب، لكن ما يعرفوا انه الاصابه مالته. انت شفت، اتمنى الشفاء العاجل. طبعا الاخويا محمد قاسم لاعب نادي القوه الجويه بالرباط الصليبي، وايضا لاحمد جلال، انت شفت لاعب نادي الشرطه احمد جلال من انصاب. يعني هاي ضريبة لاعب ان تنصاب او تحرمك عن كره القدم نهائيا، او ربما تحرمك نهائيا، ربما وازن كثيره تاثر عليك بالاصابه، ضغوطات، تعب، تمارين، تتخلى عن هواي امور. شو تمثل لك هاي الاسماء ايمن؟ اللي هي عدي عواد، عادل صبري، وسعد ابو سيف. شوف اول شيء اوجه لهم تحيه واتمنى لهم كل التوفيق. هذول اخوتي، يعني احنا نقول مثلا كل شخص عنده اخوت وسند، هذول اخوتي وسندي في كل المجالات. يعني قدموا لك الدعم في كركوك هم؟ شوف انه بغداد، لا هم مو انه الدعم، لكن هم، انا قلت لك اي شيء يحتاج انه اتصل بهم، قلت لك انه استشيرهم، اخواني، يعني هم اخواني واصدقائي، اضافه الى الكثير، يعني عندي اصدقاء لكن هم صاحبين اصدقاء، يعني اي شيء يحتاجه بكركوك اخابرهم. حاليا الدوري العراقي يمشي بانتظام الحمد لله، وحضرتك هداف الدوري العراقي لحد هاي اللحظة الحمد لله وشكر. شوف اكيد قلت لك انه الاستقرار، اول شيء استقرار فريقنا،
اللاعبين احنا مع بعض صارنا سنتين يعني نفس اللاعبين، اضافه تغيير لاعبين او ثلاثه، يصير تجانس وتوارد افكار. حب احنا الجويه يعني هاي الظروف عايشه مع نادي النفط. احنا النفط اجينا، انا بالنسبه لي النفط اجيت كله مركز ثامن تاسع، احنا اجينا مجموعه لاعبين، واحد يحب الاخ، واحد يحب الخير لله. علاقتكم طيبه وتعاون داخل الملعب. من اجي يعني اتمنى بس اجي اتمرن اذا اشوفهم. هذا حصلنا على مركز ثاني، مركز ثالث، مركز رابع، يعني قريبين من الدوري، لكن جوية اخذوه من عندنا في فارق 3 نقاط. هاي شنو الروح هسه؟ انا اشوف هذا بالجوية. انا واحد من الناس بس ايد ارجع ايد اتمرن، يعني بس ايد انه حتى شوف جماعتك وقت التمرين حتى يجون، لا نتمرن التمرين يكون حلو، اصدقاء بيناتنا. اكيد هذا انه قلت لك هسه احنا مصدرين الدوري، مصدر الهداف انا الحمد لله شكرا. اكيد هذا بفضل رب العالمين ومساعده اخواني وزملاء اللاعبين والكادر التدريبي والدعم الجمهور. عندك هاتريك بهذا الدوري كان؟ اي الحمد لله شكرا. هو على نادي النفط قلت لك سبب انه صارت شويه بعض الكلام انه ايمن ليش احتفل على نادي النفط؟ انا ما احتفلت عليهم، احتفلت انه كلاعب. انا جماهير ما موجوده بداخل الملعب، الجمهور ينتظرون من عندي انه ردت فعل الفوز. اي الفوز على نادي النفط كان يعني منافس، قلت لك مو منافس انه هسه، لكن هو تعتبر من الانديه اللي تنافس. وما كان بداخلي انه ولا ببالي انه احتفل لان نادي النفط، لا بالعكس، رغم انه تاذيت علي من عندهم. ان شاء الله ماكو اذيه وكلها احباب واصدقاء. الحمد لله شكرا. لكن هاي الامور الاداريه هي يعني اي امور اداريه اكيد هم متمسكين بك لان يحبونك، لكن مرات الحب يصير اذيه. كابتن ايمن، وين تشوف نفسك بالمستقبل؟ انه تقدم على الاتحاد هسه كابتن يونس عنده كان مرشح ومشاكل وكذا. والله حاليا ما مفكر بهذا الشيء. مستقبلا ستيب باي ستيب هسه احنا في مجال انت نقول اللعب، والله كريم ان حد ما الله ينهي المسيره ان شاء الله خير. كل التوفيق لك حبيبي. ربي حفظك. شكرا لك. سعيدين بلقائك. انا سعيد بلقائكم وتعبتكم اليوم، واليوم عشاكم علي. كلمه اخيره للجمهور. اتمنى من الجمهور اول شيء ربي يحفظهم ان شاء الله، اتمنى ان يدعمون منتخبنا الجمهور العراقي في المرحله السابقه، واكيد الجمهور الجوي اتمنى لهم يا رب يحفظهم، ويتمنون يدعمون كل اللاعبين حتى واذا كان لاعب مستوى اقل صاعد، لكن احنا مجموعه كامله، واهم شيء الحصول على لقب الدوري ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تاخذون الدوري. ان شاء الله تستاهلون الجوي. الله يحفظك. العلم اني اشجع الزوراء بالمناسبه. انت هواي حكيت الكابتن الراضي يعني اشجع الزوراء. كل التوفيق لك. احبائنا المشاهدين، الى هنا ناتي الى ختام حلقتنا من جوله مراسل، نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.